أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم. للمسلمين كتاب، ولليهود كتاب، وللمسيحيين كتاب أيضا. ولذلك يلقب اليهود والمسيحيون عند المسلمين بأهل الكتاب، فكتاب اليهود يسمى التوراة، والإنجيل هو كتاب المسيحيين، وهناك كتاب آخر يسمى الكتاب المقدس، وكلهم لا نعرف عنهم الشيء الكثير، لأنهم بكل بساطة كتب محرفة يحرم على المسلمين قراءتهم أو الاعتراف بهم، وذلك النهي بحديث صحيح، علما أن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ولكن ما هو الكتاب المقدس؟ وهل هو محرفا فعلا؟ وكيف لنا أن نؤمن بشيء ولا نؤمن به في الوقت نفسه؟ أحبتي، يطلق اسم الكتاب المقدس على مجموعة الأسفار الإلهية التي كتبها رجال الله القديسين مسوقين من الروح القدس، يرجع تاريخ كتابته إلى عام 1512 قبل الميلاد، واستمرت كتابته 1610 سنين، وكان أول من كتب أسفاره النبي وكان أول من كتب أسفاره نبي الله موسى، وآخرهم البشير يوحنا. أول آية فيه هي: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وآخر آية هي نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم، آمين. كما ينقسم الكتاب المقدس إلى قسمين رئيسيين، هما العهد القديم والعهد الجديد. ويتألف العهد القديم من التوراة أو الأسفار التشريعية، وهي الخمسة أسفار الأولى من الكتاب المقدس، وقد كتبها النبي موسى، وهي التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية. تتبعها الأسفار التاريخية وعددها 12 سفرا، هي يشوع والقضاة وراعوث وصموئيل الأول والثاني، وملوك الأول والثاني، وأخبار الأيام الأول والثاني، وعزرا ونحاميا وأستير. ومن بعدهم تأتي الأسفار الشعرية وعددها 5 أسفار، وهي أيوب والمزامير أي الزبور والأمثال والجامعة ونشيد الإنشاد. وأخيرا تأتي أسفار الأنبياء وعددها 17 سفرا، وهم أشعياء، أرميا، مراثي، حزقيال ودانيال، هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفينيا، حجي، زكريا، وأخيرا ملاخي. أما العهد الجديد فيتكون من 27 سفرا، أول الأسفار هم الأناجيل الأربعة: الإنجيل بحسب متى، والإنجيل بحسب مرقس، والإنجيل بحسب لوقا، والإنجيل بحسب يوحنا. يأتي من بعدهم سفر أعمال الرسل، تتبعه الرسائل وعددها 21 رسالة، كتبها رسل المسيح، وهي رسالة إلى أهل رومية وأهل كورنثوس الأولى والثانية، وأهل غلاطية، وأهل أفسس، أهل فيليبي، أهل كولوسي، أهل تسالونيكي الأولى والثانية، وتيموثاوس الأولى والثانية، ورسالة إلى تيتوس، وإلى فيليمون، إلى العبرانيين، ورسالة يعقوب، ورسالة بطرس الأولى والثانية، ويوحنا الأولى والثانية والثالثة، وأخيرا رؤيا يوحنا، وهي 1 فقط. أما بالنسبة للأناجيل الأربعة فقد كتبها 4 من أتباع السيد المسيح عن حياته وبشارته، كل واحد منهم من زاوية معينة تتفق مع بعضها دون اختلاف، كما تتكامل فيما بينها لتشكل صورة كاملة عن حياة وبشارة المسيح الرائعة. أما القول
بأن الكتاب المقدس محرف، فهذا كلام مردود عليه. فأين حدث هذا التحريف؟ ومتى؟ وكيف حدث؟ ومن حرفه؟ ولمصلحة من؟ وضد من؟ وإذا كان قد حرف، فأين الكتاب المقدس الأصلي الغير محرف؟ وهل تبقى منه نسخة واحدة على الأقل لتشهد بقول التحريف؟ وإذا كان الإنجيل والتوراة محرفين، فكيف يقول القرآن عنهم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ فهذا دليل على أن التحريف لم يقع في وقت ظهور الإسلام، وإلا لما استشهد به القرآن. وإذا كان قد حرف بعد الإسلام لإنكار النبي، فهل اتفق المسيحيين في العالم حينها أن يحرفوا كتبهم في وقت واحد؟ كما أود أن أذكر أن قياس الإنسان المسلم للوحي هو فهمه بأن القرآن منزلا بالحرف والكلمة، فكلمتي جاءكم قد نزلت كما هي، إنما الوحي في الكتاب المقدس فيركز على المعنى لا مجرد الكلمة، فكلمة جاءكم ممكن أن تحل محلها أي كلمة أخرى تفيد نفس المعنى. فالتحريف في الإسلام حرفي، أما في المسيحية روحي ومعنوي، ولذلك يترجم الكتاب ويقرأ ويكتب إلى عدة لغات ولهجات وينتشر بكل بساطة. وكما قال المسيح: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فكيف إذن يتحدى الإنسان الله وينتصر على الله كلي القدرة والمعرفة ويحرف كتاب الله ويكون الله العلي صامتا؟ إخوتي، سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظكم ويدوم معكم، ولله المجد الدائم إلى الأبد. آمين.